مع ظهور أي حدث عالمي تنقسم آراء الناس لفرق مختلفة، فهناك المصدق وهناك المتشكك والذي يرى بأن أغلب ما يقال عن هذا الحدث كذب. ولأننا كبشر يجذبنا الغموض، نجد الكثير يصدقون نظريات المؤامرة والتشكيك فيما حولنا من العالم. وفي عام 2020 كان الحديث يدور كثيرا حول المؤامرة الكونية والتي تسببت في جائحة كورونا، والكثير يتكلم عن الحكومة الخفية المتحكمة بالعالم. وهناك من يتذكر ما حدث في بداية الألفية في مطلع عام 2000، فقبل حلول الأول من يناير من عام 2000 ظهرت أنباء عن وجود خلل تقني قد ينهي العالم الذي نعيش فيه وينهي كل التقنيات ويعيدنا لعصر ما قبل التقنيات. هذه الظاهرة سميت بثغرة الميلينيوم أو الميلينيوم باغ، وأيضا لقبت اختصارا بالY2K. من يتذكر هذه الظاهرة اليوم يعتقد بأنها كانت خدعة فيها العالم، ولكن الواقع أنها كانت خطر حقيقي على العالم، وكوننا لم نشهد أي خطر لا يعني بأنها لم تكن موجودة. سنتكلم في ورق تقني اليوم عن الY2K وكيف انتصر العالم على هذا الخطر. مصادر الحلقة تجدها في نهاية وصف الفيديو. الY2K اختصاراً هي خطأ تقني قام به التقنيين في بداية تأسيس علم البرمجة، ولأن الخطأ كان في بداية تأسيس البرمجة فأن هذا الخطأ البسيط للغاية وصل لكل شيء تقني نعرفه. كل الأجهزة التقنية طالها الخطأ من الساعة الإلكترونية حتى أجهزة رصد المفاعلات النووية، كل مجال في العالم دخل فيه هذا الخلل، وهنا كان الخطأ الحقيقي. اليوم عندما نتحدث عن سعة الذاكرة فإننا نتحدث بالجيجا بايت والتيرا بايت، وفي التسعينات كان الحديث عن الميجا بايت، وفي الثمانينات الساعات كانت بالكيلو بايت. ولنعود للأساس نجد كل بايت مهم وثمين للتقنيين. اليوم لا نفكر كثيرا إذا خسرنا 100 ميجا بايت مثلا، ولكن سابقا كان الأمر مكلف للغاية. ونجد في هذه الصورة مثلا ما يمثله 5 ميجا بايت سابقا، فكان المبرمجين حريصين على عدم ضياع أي بايت تخزين، فهذا الأمر مكلف كما قلنا. والخلل هنا كان بأنهم بدل أن يضعوا التاريخ بصيغة 4 أرقام وضعوه بصيغة رقمين فقط. بدل كتابة 1953 كان النظام يخزنها ب 53. وطبعاً بدأت الثورة الحقيقية في السبعينات والثمانينات، وانتقلت أغلب أنظمة العالم وأرشيفها من النظام الورقي للنظام التقني. وهذا الخلل الذي لم يفكر فيه أحد في ذلك الوقت انتقل مع انتقال هذه الأنظمة لكل مناحي الحياة. قد نعتقد بأن الأمر بسيط وليس بالكبير، ولكن لنفرض أن هناك نظام يرسل كل عام رسائل تهنئة لمجموعة من الأشخاص، فمن عام 98 حتى عام 99 سيعرف النظام بعملية حسابية بسيطة بأنه مر عام من خلال طرح 99 ناقص 98 ويرسل النظام الرسالة. ولكن ماذا سيحدث في عام 2000؟ النظام سيغير العام من 99 ل 00، وبإجراء العملية الحسابية 00 ناقص 99 فإن الناتج سيكون ناقص 99. قس هذا الخلل على الأنظمة المالية وبورصات العالم وأنظمة الطيران والصواريخ النووية، الأمر خطير. نفس الأمر لبطاقات الائتمان، فلو كان تاريخ الانتهاء مثلا في عام 2001 فسيكتب بالنظام 01، والنظام سيعتقد بأن البطاقة انتهت أصلا بحكم أن الرقم أصغر من العام الحالي والذي قد يكون مثلا 99. في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات بدأ العلماء بالانتباه لهذا الأمر، وكانت إحدى أهم المشاكل التي واجهت التقنيين حول العالم هو التباين في أعمار الأنظمة والأجهزة. فعندما وصلنا للتسعينات كانت هناك بعض الأنظمة عمرها 30 عام وتعمل بأنظمة تشغيل من السبعينات، فكان موضوع إصدار تحديث واحد للأنظمة لحل المشكلة أمر شبه مستحيل. إحدى المشاكل أن التقنيين تركوا الأمر بعد اكتشافه في السبعينات والثمانينات ولم يتحركوا فعلياً إلا في التسعينات عندما سلط الضوء على المشكلة إعلامياً. بدأت الشركات الكبرى العمل في التسعينات على حل الخلل، وقيل بأن بعض الشركات اضطرت للاستعانة بتقنيين متقاعدين لحل المشكلة بحكم أن لهم خبرة في الأنظمة المتهالكة. صحيح أن هناك خلل، ولكن الإعلام رغم أن له دور في تسليط الضوء على المشكلة لكنه أيضا كان له الدور في نشر الرعب في العامة.
فعناوين مثل نهاية العالم ويوم القيامة كانت تظهر بشكل متواصل، وزادت مبيعات الأسلحة في أمريكا، وبدأ بعض الأغنياء بتجهيز مباني محصنة ضد الأسلحة استعدادا للنهاية، حتى جاء يوم 1/1 من عام 2000 ولم يحصل أي شيء. اليوم نرى الموضوع من عيننا وقد نسخر من هذا الأمر، ولكن الحقيقة أنه كانت هناك مشكلة وقد تم حلها. في الخمسينات قام روبرت بورمان من IBM بتطوير لغة برمجة الكوبول لكي تقبل التواريخ بأربع أرقام، وقام بمقابلة وزارة الدفاع الأمريكية وعرض الأمر عليهم، لكنهم لم يتقبلوا الأمر، فاستخدام رقمين إضافيين في الذاكرة لأمر قد يبدو تافه لهم مثل التاريخ أمر مكلف وبدون فائدة. وكان أول حديث فعلي عن الأمر للعامة في عام 1984 من خلال كتاب حمل اسم Computers in Crisis، وكتبه زوجان هما جيروم وميرلين موري، حيث واجهت الزوجة خلل في حساب السنوات في برنامج كانت تكتبه متخصص في الأمور المالية. وفي عام 1986 أرسل مبرمج من جنوب أفريقيا رسالة لآي بي إم حملت عنوان القنبلة الموقوتة في أنظمة آي بي إم. ولكن أشهر ما كتب عن المشكلة كان في عام 1993 عندما كتب الكندي بيتر دييجر مقالة في مجلة كمبيوتر وورلد حملت عنوان Doomsday 2000. هذه المقالة هي السبب في التسليط الإعلامي الحقيقي للمشكلة في التسعينات. في مقالة دييجر ذكر بأن المشكلة من الممكن حلها بتكلفة إجمالية تقدر $50-60 مليار. وقتها وصف دييجر بالمبالغ، ولكن الحقيقة أن ما صرف حول العالم لحل المشكلة البسيطة هي بين 280-600 مليار دولار. وتعرض دييجر لهجوم عنيف منذ كتابته للمقال، ورغم تحذيراته لكنه لم ينصف إعلاميا حتى بعد حل المشكلة. وذكر في مقابلة للتايمز بأنه استمر لست سنوات يحذر من المشكلة، وكثيرا ما هوجم رغم أن الأمر حدث وتم حلها بصرف مليارات الدولارات. إذا المشكلة كانت موجودة فعلا وكلفت العالم المليارات من الدولارات وتم حلها بتعاون دولي كبير، السؤال الذي يتبادر للأذهان يا ترى، هل كانت المشكلة ستكون كارثية لو لم يتم حلها بحلول 1/1 من عام 2000؟ الحقيقة لا يوجد جواب فعلي، ولكن هناك اتفاق بأن كثير من أنظمة العالم في ذلك الوقت ستواجه خلل قد يكون في بعض الأماكن بسيط وفي أماكن أخرى كارثي. شاركنا بالتعليقات عليك في الحلقة، إذا أعجبك المحتوى ادعمنا من خلال الاشتراك، وتجد في نهاية الوصف روابط للمصادر التي اعتمدنا عليها في الحلقة. ممكن تشوف فيديوهات أخرى من ورق تقني أو فيديو من مواضيع قناة ورق المنوعة.